بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع حلقة جديدة من برنامجكم قطوف، وفي هذه الحلقة سنتكلم عن موضوع مهم، خاصة أننا في آخر ليالي هذا الشهر وأيامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل فيما نستقبل، وأن يرزقنا القبول أيضا في هذا الشهر وفي غيره من بقية العام. بلا شك أن كثير من الناس اليوم وفقوا بفضل الله عز وجل إلى الأعمال الصالحة، هذا وفق إلى القيام صلاة التراويح، وهذا وفق إلى ختم أكثر من مرة القرآن الكريم، وهذا وفق إلى تفطير الصوام، وهذا وفق اليوم إلى الجلوس في المسجد، وأيضا إعانة المحتاجين والعمل الخيري، وأيضا أن يكون مساهم فيه، وهذا وفق إلى صلة الرحم وبر الوالدين. والحمد لله، هذه بلا شك أنها مما يفرح الإنسان وتقر به عينه. يبقى السؤال الأهم، وهو ما هو الأمر الذي يجب أن يشغل الإنسان بعد أن أشغله اليوم الاجتهاد في العمل؟ بلا شك أن هناك أمر مهم جدا، وهو أمر قبول العمل الذي علينا جميعا أن نحرص عليه وأن نهتم به، وهذا الذي سيكون حديثنا في هذه الحلقة مع الدكتور خالد. حياك الله دكتور خالد. حياكم الله. الله يباركك. ربما أتينا على هذا الموضوع في آخر الأيام تذكيرا لقضية مهمة جدا، قد يغفل عنها بعض الناس، يعتقد أن القضية هي فقط أعمال يؤديها وعبادات يقوم بها ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة مسألة مهمة جدا، ومما يؤسف لها أن كثيرا من الناس يلتبس عليه التفريق بين صحة العمل وقبول العمل. الفرق بين الصحة والقبول أن الصحة أن الإنسان يأتي بهذا العمل وفق شروطه، نعم، التي طلب من العبد أن يوفرها. فشروط صحة العمل شيء، نعم، والقبول شيء آخر. الله أكبر. فالإنسان نعم قد يؤدي مثلا الصلاة، يأتي مثلا بالطهارة وستر عورة واستقبال القبلة، ويعني يأتي بأركان الصلاة، لكن لا يلزم منها القبول، لكن لا يشترط أنها فيها قبول. نعم. القبول شيء آخر. نعم. القبول أن يقبل الله منك العمل لما يرى منك من إخلاص، وأنك أيضا جئت بالعمل على وفق ما طلب منك. ذاك تسمى بعض ذمتك. بعض السائلين أحيانا دكتور يقولك هل عملي مقبول؟ نعم. نعم. فهذا لا يستطيع أحد أن يحكم عليه. نعم. أنه قد قبل منك أو لم يقبل. نعم. فالإنسان قد يتصدق لكن لا يدري هل قبل منها أو لا. نعم. وقد يعتمر أو يحج أو يصلي لكن لا يدري هل قبل منها أو لا. نعم. هذا علم عند الله القبول. نعم. أما الصحة، نعم، أنت أتيت بالشروط ووفرت الأركان والواجبات، خلاص هذا يسمى الصحة. نعم. وبالتالي برئت ذمتك ولم تعد مطالبا بالأداء مرة ثانية. نعم. فاليوم نتكلم عن القبول، كيف يكون العمل مقبول؟ ذكر العلماء لقبول الأعمال شرطين. أينا. الشرط الأول الإخلاص. أينا. والثاني المتابعة. اللهك. الشرط الأول الإخلاص، يعني أن يكون عملك خالصا لوجه الله. اللهك. لا تبتغي به غير وجه الله. أينا. لا تريد رياء ولا سمعة. فدليل هذا قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أينا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. أينا. وإنما لكل امرئ ما نوى. إلى آخر الحديث. وأيضا في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أينا. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أينا. الله ما يقبل من الأعمال إلى ما كان خالص الوجه الكريم. أينا. أما الشرط الثاني فهو سنتكلم الاتباع. بعد الفاصل. نعم. الشرط الثاني والاتباع من شروط قبول العمل، بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل مع الدكتور خالد شجاع. مرحبا بكم إخواني وأخواتي، وعودة لما
كان دكتور خالد يتكلم عنه، وهو يعني شروط قبول العمل. أو الشرط الأول ذكر الإخلاص، والآن سنتكلم عن الشرط الثاني وهو الاتباع. وهو الاتباع، نعم. الاتباع المقصود به متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال، نعم، أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام. ودليل ذلك قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأيضا قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا في السنة ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وفي رواية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا بد من الاتباع، أن يكون هذا العمل وهذه العبادة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ليست بدعة أنت أحدثتها، وإنما سبقك إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت اتبعت في هذا العمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لوجه الله والاتباع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا إلى التحذير من الابتداع والتحذير من الوقوع فيما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت أمرا أنكرته. قال: وما ذاك؟ قال: أتيت المسجد فوجدت أقواما حلقا، يعني ناس متحلقين حلقات، ورجلا قائما يقول سبحوا 100، معهم حصى يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمدوا 100 ويفعلون. قال: فما قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيء حتى أرجع إليك. أنا هنا أراد توقف إلى الفقيه، إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن سعود رضي الله. قال: قم بنا. فجاءهم حتى وقف على رؤوسهم وقال: عدوا سيئاتكم. سبحان الله، كيف مع أنهم في ذكر وهم في ذكر، هينا. وظاهر الأمر صالح، هينا. فقال لهم: إما أنكم جئتم بشيء أهدى مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. يعني كل الأمرين صعب، لا يستطيعون أن يقولوا إننا أفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا أن يقولوا إننا دخلنا في بدعة. فقال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. فقال الكلمة المشهورة رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يدرك أو قال لم يبلغ. فإذا كثير من الناس بيوده أن يفعل شيء ويعمل وكذا، نية الصالحة لا تكفي، لكن لا يكفي، لابد من الإخلاص والمتابعة والحذر، الحذر من الابتداع في الدين، فإن صاحب البدعة مردود عليه هذه البدعة ولا تقبل منه. نعم. أيضا دكتور، قضية اليوم الخوف والوجل من عدم قبول الأعمال، وهذا أيضا من الأمور المهمة. نعم. وهو أيضا سنة الصحابة. نعم. الإنسان يكون يعني كما قيل الخوف والرجاء عنده كجناحي الطائر. نعم. لابد من التوازن. إن الإنسان إذا عمل عملا صالحا يسأل الله القبول ويرجو أن الله ما يضيع عمله وتعالى. نعم. والخوف أنه إذا أذنب أو كذا أنه يخاف ذنبه ويحرص على أن يتوب حتى يتوب الله عليه. طيب، بارك الله فيك دكتور. هذا طبعا أمر مهم، يعني حتى من بما أن الحديث في رمضان، يقول العلماء أن ذكر آية الدعاء الله في ثنايا آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني جاءت بعد ولتكملوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني من اللفتات التي ذكروها أن كأن الله أيضا يوصينا بأهمية سؤال الله القبول بعد الفراغ من العبادة. يعني ممكن بعض الناس ينتهي من رمضان ويعتقد أن الأمر انقضى عند هذا الحد، وأن الأمور مقبولة وانتهت. أي نعم. فهذا لعله من أبرز ما يجب التنبيه عليه. جزاك الله خير دكتور، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا أيضا موضوع آخر وجديد في حلقة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. نلقاكم مع حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.